رئيسة جمعية الطيار الجمالية الأطفال توفت في الخصومة. تم معها كان شاركوا في مهرجان مذكور على الأطفال ديالنا مع هاد الشيء المبادرة الطيبة اللي قاموا بها مع الأطفال ديالنا وتعلموا هاد البهلوان أنهم هي غادي يعاقبوا البهلوان ويتخوفوا من الإلكترون. الحمد لله كان هاد النهار صدى طيب مع الوليدات وتجاوبوا مع الأطفال وكان هاد الشيء بادرة من هاد المهرجان هذا اللي داروه لينا وكنشكرهم بزاف وعاونوا يقروا لنا مثل هاد المبادرة. يبني على التعليم هذا المهرجان ديال نوفمبر يونيفرسيتي جا في اطار واحد الاحتفال بالمنطقه اللي منطقه تل ابيب باش ينظموا لنا مسرحيات متعدده. هذا المجال حنا حاولنا نتحركوا فيهم باش الاطفال ديالنا في وضعيه الاعاقه اللي كتظهر عليهم هي بالتعليم واللي عندنا في مجموعه من المدارس التعليميه كاين بعض مدارس مورن مدرسة تركيز وكاين مدرسة مسيرة فتح وكاين مدرسة محمد الخامس ومدرسة خالد بن زياد. هاد التلاميذ كاملين حاولنا باش نجمعوهم في هاد القاعة الاجتماعات التابعة لمدرسة علي بن حسون واقترحت على المدير المهرجان باش الأطفال ديالنا يستافدوا حتى هما نيت من هاد المهرجان وباش يجي إيطالياني واحد كوميدي إيطالياني جوني موتاتوري قدم ليهم واحد مسرحية ضحك لهاد الأطفال وضعية الإعاقة وحاولنا دخلنا حتى جمعية جمنا اللي هما كتشمل الأطفال في وضعية التوحد والأطفال في جمعية تويا وجمعية صوريت كلشي حاولنا نجمعوهم في هاد القاعة باش يستفدوا الأطفال طبعا من هاد المسرحية. وكنلاحظ من خلال المسرحية اللي تعرضت أنه الأطفال كانوا مشتاقين وفرحانين بزاف وعجبهم الحال لدرجة أنه كاملين كانوا كيرقصوا وكانوا مبتهجين بالفرحة. شاركوهم داك جوني موتاتوري شارك لها الأطفال كاملين وحاول يدير لهم لمسات ديال البهلوان على وجوههم كاملين. إذا كيسر لينا أنه بحال هاد البهلوانيين لأنهم نستضيفوهم كمنطقة الريف نستضيفوهم كل سنة.